السلام عليكم خالتي. قال لك اون دراغ لا بوتي مي اون ايبوز لو كومبورتمون، يعني هذيك الشوارب اللي تنفخيهم بتشكك والسيليكون اللي ديريه في قاعك يعطيني رغبه في ممارسه الجنس ماشي رغبه في الزواج وتكوين اسره معك. يعني لا تزوجت بك تما نديوت ديفو فيا. يعني من هذا الكلام هتفهمي بلي يا تخيري تكوني مرأة للإنسان يعيش معها حياته ولا المرأة للإنسان يجوز معها ليلة. انتي عارفين وين تبلاصي روحك. وبالنسبة لي حيجي يقولوا لي القحابة ميتزوجوا، نقول لك الأخت الكريمة القحابة ميتزوجوا بالديوتين، باسك سهلة تصيبي عريس صعيبة تصيبي واحد راجل. والله يحفظ جميع بنات المسلمين، وهذا ماشي كلاش، هذه توعية برك. اما فيما يخص الموضوع هذا علاش طرقت ليه، لقيت واحد الباجا حاطه بلي لي جان تاع الجزائر ما يحبوش يتزوجوا، يحبوا غير المحرمات وكذا. اخت الكريمه دوك انا طفله نطلع على حساب عقلها، توري لي ترمتها نقول لك عندك ترمه مليحه، توري لي اخلاقك نجي نخطبك. الشاب الجزائري يعطيك على حساب عقلك، مشي توري لي ترمتك نجي نخطبك غير الا كنت بارد. ثانيا هاد الفيديو درتو مع الاول، انا هاد الهضره هضرتها كتيبه في سطوري، ما نحبش ندير لي فيديو خاطر انا باش يشتي مالها. كاين الناس ما يكون عندي الحق نلقى روحي في الفيديو حاطين فيديو تاعي ويطيحوا لي. ذنبي الواحد هو انني كلاشيت لي عبدوه، تما ما يكون عندك الحق ما يعطوكش الحق. لا غالب جينيراسيون راهي طالعه ماشي كيما تاعنا، نتفهم هذا الامر. تما هو علاش درت فيديو كي سينيالو سطوري اللي كتبتها ونحاوها، انا ماشي ساهل باش تسكتني درت فيديو.